انتشار لم يكن بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، راحت لطارق وطارق طارق 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 حامد، عملها طارق وسدد من بعيد بقدم يسرى، كان ناوي سدد وقال أنا الغاوي على أن أسجل هدف أول زملكاوي، راحت على اليمين الحارس علي لطفي تغالط الحارس، يأتي بالمفاجأة السارة لدى الزملكاوية ولدى عشاقه في كل مكان، وفرحة ما بعدها فرحة نتيجة هذا التقدم، يتنازل عن القدم اليمنى مستخدما القدم اليسرى التي أطلق لها العنان لكي يسدد من مسافة تقريبا حوالي 32 ياردة، أخطأ الحارس في تقديرها وجدها وهي تسكن الشباك، راحت لكي تغرد، ها هو يسكن بين ثنايا العشب الأخضر، يعزف على أوتار المتعة والإثارة بفضل ما يمتلك من سرعة ومهارة وقوة في التسديد.